عندنا ملاحظات، إذا كان طول الهوائي هو 4 لامدة راح تكون المحصلة صفر في هذه المعادلة، يعني المجال الكهربائي يكون صفر. إذا كان طول الهوائي هنا طول الهوائي هذا ال L يساوي ل 4 لامدة راح نحصل صفر هنا. وإذا كان جيب الزاوية يساوي صفر باعتبار الزاوية تساوي لي صفر أو باي أو مضاعفات الباي، وهذا راح يكون ساين باي ال على لامدا في واحد ناقص كوساين ثيتا يساوي لي صفر. لما تكون ال ال تساوي 4 لامدا فراح تكون هذه القيمة باعتبار هي زاوية راح تكون صفر باي إلى آخره، يعني مضاعفات الباي. عندنا إذا كانت الثيتا، هذه الثيتا هي 0.41 41.4 10 درجة، 60 درجة، 75.5 درجة و 90 درجة. هنا the field pattern is plotted in figure 5. هذا المحصلة اللي هي E sub R، هذه لزوايا مختلفة، لزوايا مختلفة. راح ناخذ نوع آخر من الهوائيات، horizontal wire near ground، هو نفس الهوريزونتال واير اللي أخذناه بالحالة السابقة، لكن النوع الأول أو الهواء الأول كان in free space يعني بعيد عن الأرض، هنا إذا كان قريب عن الأرض. هناك بعيد عن الأرض باعتبار تأثير الأرض ما يظهر على الهوائي، إذا كان قريب على الأرض راح يكون تأثير إلى تأثير الأرض على الهوائي. فهنا إذا كان بعيد عن الأرض، إذا كان بعيد عن الأرض بافتراض أنه عندنا L لامدا وما أخذنا تأثير الأرض، راح يكون هذا الهوائي إذا أخذناه بمنظر جانبي باعتبار الهواء عبارة عن سلك، فناخذه على شكل دائرة، على شكل دائرة، فهذا الإشاع اللي يصدر من الهوائي وهذا الإشاع اللي ساقط على الأرض وين أكس باتجاه نقطة القياس P. إذا أخذنا تأثير الأرض راح يكون عندنا نفس التأثير اللي ظهر بالهواء الفيرتيكال، وأي أنه تكون صورة للهوائي على بعد يساوي نفس البعد، بعد الهوائي عن الأرض. أي إذا أخذنا بعد الهواء عن الأرض أن لامدا، فراح يكون البعد الآخر كذلك أن لامدا، فيكون المسافة بين الهوائيين هي 2N لامدا. هذه الهوائيين راح يكون بيناتهم فرق بالطور، بينهم فرق بالطور 180 درجة، فرق بالطور 180 درجة. هذا راح نشير له بالإشارة ناقص اللي هو الإمج، والهواء الحقيقي راح يكون يعني هذا ناقص وهذا يكون زائد، هذا سالب وهذا موجب. وهنا راح تصدر إشارة باتجاه الفضاء نقيسها بالنقطة P، راح هذه الإشارة اللي تصدر عن الهواء الحقيقي تصل بزاوية بفرق طور معين، هذا ناتج عن فرق المسار، فرق المسار بين صدور الإشعاع عن صورة الهوائي والهواء الحقيقي، وهذا فرق المسار. فرق المسار راح يكون محسوب على أساس أنه عندنا الزاوية ثيتا، هذه اللي تصدر بها الإشارة، هاي الزاوية ثيتا، وجيب الزاوية يساوي المجاور على الوتر، فراح يكون المجاور هو الوتر في جيب الزاوية، فراح يكون عندنا 2 باي 2N لامدا مضروبة في كوساين، في كوساين الزاوية، هذه اللي هي زاوية فرق الطور. وبما أنه عندنا الإشارة راح تكون لكل هوائي، فراح تكون عندنا 2 باي على لامدا اللي هي طول الهوائي، فراح تكون زاوية فرق الطور هي 2 باي على لامدا مضروبة في 2N كوساين ثيتا، هذا فرق المسار. وهذه الـ الإشارة باعتبار عندنا توزيع التيار على 360 درجة، وهذا مقسوم على لامدا اللي هو الطول الموجي. هذه نضرب نختصر اللامدا مع اللامدا وصر عندنا 4 باي N كوساين ثيتا اللي هي فرق الطور. بما أنه عندنا فرق طور 180 درجة بين الهواء الأول والهواء الثاني، راح نضيف باي لهذا الفرق، باي لهذا الفرق، هاي فرق الطور بينهن، وهذا الباي باعتبار عندنا فرق طور أصلي هو 180 درجة. إذا افترضنا المجال
الناتج عن الهوائي الأول أو أي هوائي هو E نوت، راح نمثله بالـ E نوت، فراح يكون عندنا الـ E resultant هو الناتج عن الهوائيين. يعني هنا راح نقيس المحصلة للمجال الناتج عن الهوائي الأصلي والهوائي الناتج عن المجال الناتج عن صورة الهوائي، باعتبار الأرض هي عاكس أو موصل جيد للإشارة. هنا راح يكون عندنا المحصلة تساوي لي E نوت كوساين فاي على 2، E نوت كوساين فاي على 2، وهذه الفاي ذكرناها قبل شوية هي باي زائد 4 N باي كوساين ثيتا، وهذه الاثنين هذه هي الاثنين. نقسم الباي على 2 راح يكون عندنا 90 درجة، وهذه 4 N باي كوساين ثيتا نقسمها على 2 راح تكون 2 N كوساين ثيتا. فبما أنه عندنا صار 90 درجة زائد، فالفرق بين الكوساين والساين هو 90 درجة، فحولنا هذه الكوساين إلى ساين ولغينا 90، فصار عندنا المحصلة هي 2 E نوت ساين 2 N باي كوساين ثيتا. هذه هي المحصلة. عندنا ملاحظات نفس الملاحظات السابقة. عندنا الـ ER تساوي صفر إذا كان عندنا هذه القيمة هي صفر أو باي أو مضاعفات الباي. هذا راح كأنه نحصل هي كوساين إنفرس ثيتا كوساين إنفرس واحد على 2N إلى آخره. والمحصلة تكون أقصى قيمة ماكسيمم أعلى قيمة عندما تكون هذه الكمية باعتبار هاي كلها تابعة هي الزاوية للساين، يعني الساين الزاوية هذه كلها زاوية، راح تكون عندنا لما تكون هذه الكمية هي باي على 2 يعني 90 270 إلى آخره. يعني نزيد 180 درجة على كل 90. هذا راح نحصل عدة ثيتا كوساين إنفيرس 1 على 4 N كوساين إنفيرس 3 أرباع ال N إلى آخره. هذا الـ resultant field، هذا الـ resultant field اللي هو هاي معادلته، تم رسمه بالشكل هذا الشكل باي. عندما تكون المسافة N تساوي نصف وعندما N تساوي 1. عندنا مثال، نأخذ المثال A receiving aerial consists of a horizontal wire 100 meter long. It is correctly terminated to prevent reflection at the end A and B. The termination at B being the feeder to the receiver. Estimate the ratio of voltage fed to the receiver from horizontally polarized wave arriving at 30 degrees and 60 degrees with direction AB. The frequency of both signals is 15 megahertz. Neglect the effect of the earth. هنا انطانا ملاحظة انه ما ناخذ تأثير الارض. اذا ناخذ الحالة الاولى هذه بالملاحظات، انه ناخذ الحالة الاولى باعتبار ما ناخذ تأثير الارض. وهنا عندنا هوائي طوله 100 متر متوصل بالطرفين الى الارض، وهذا الطرف موصول الى ريسيفر وسقطت عليه اشارتين، يعني هاي تعتبر اشاره واحده، هذه سقطت عليه اشارتين، الاولى 30 ميجا هرتز بزاويه 30 درجه والثانيه بزاويه 60 درجه، يعني مره هنا 30 درجه هاي ثيتا ومره 60 درجه، وكان التردد بالحالتين هو 15 ميجا هرتز. يقول احسب لنا النسبة للمجال الكهربائي إذا كانت زاوية السقوط 30 درجة أو زاوية السقوط 60 درجة.